شباب اخباركم ايه؟ ان شاء الله ده السكشن التاني اللي هنتكلم فيه، اللي احنا قلنا هنتكلم فيه على البيندنج الاونس. خلاص، لان طبعا احنا عارفين في اجزاء كتير جدا من التمرين اللي احنا بنعملها، اللي هو الفايل هولدر، في تانيات بزوايا مختلفة، سواء كنت بعمل دشرة او كنت بعمل زاوية قايمة او ايا يكن اللي كنت شغال عليه، فهنلاقي في تاني كتير. فدلوقتي ازاي هنعرف يعني ايه بيندنج الاونس، وازاي ان انا احسب البيندنج الاونس بحيث ان انا لما اجي اقطع القياس المظبوط، عشان ما تجيش مقصره معايا في اي طول او عرض لما اجي ان انا استخدم او اعمل عمليه البيندنج، فما الاقيش ان انا طول مثلا قطعه عايز اعمل زاويه قايمه مثلا 20 مللي مثلا، او 20 خلينا مثلا 10 سم في 15 سم، هقطع مثلا 35، هاجي ابص الاقي بعد ما تنيت مش هلاقي ديت 10، ومش هلاقي ديت قصدي سوري مش هلاقي ديت 15، ومش هلاقي ديت 20. ليه؟ لان في جزء عندي من الطول راح عندي فين؟ في البندنج الاونس. طيب ايه هو اصلا البندنج الاونس؟ هي ديت سماحيه ان انا بعملها لما بكون ان انا هتني او هشتغل تاني، عشان يبدأ ان هو يحصل معايا الطول يطلع مناسب بعد، او نفس الطول اللي انا كنت اعمل له حسابات ايه قبل الايه قبل قبل التاني. تمام. طيب دلوقتي بيكون عندي مثلا زي ما احنا قلنا، انا عندي مثلا صاج، خلاص خط مستقيم يعني صاج. الصاج ده عايز اتنين، سي مثلا ده 20 وده 15. فانا لما اجي اشنقر عشان هقطع الصاج من البداية، مش هقطع اقول مثلا لا ده 20 زائد 15 يبقى 35، اروح اقطع 35. لو رحت 35 وبعد كده جيت تانيت، مش هلاقي ده 20 ومش هلاقي ده 15، هلاقي اقل. ليه؟ لان في جزء عندي اللي هو عندي بنسميه راح في عملية البيندنج. فعشان كده احنا بنعمل حاجة حسابات للبيندنج الاونس، ده طول بنحسبه وبنضيفه عندي على الطول النهائي، عشان لما اجي اتني يبدأ ان القياسات بتاعتي تطلع مظبوطة. تمام. طيب البيندنج الاونس ده اثناء الموضوع بيتوقف معايا على السيكنس بتاع الشيت، هتلاقيه بيتوقف معانا مثلا على الريديوس. خلاص، البيندنج ريديوس هنلاقي برضه نفس الموضوع بيتوقف معايا على الانجل، زاويه التنج خلاص اللي انا هتنيها، النسبه مثلا ما بين البيندنج ريديوس وما بين السيكنس. خلاص، هنلاقي في حاجات كتير قوي هو بيتوقف عليها. نبدا ان احنا نشرح كل حاجه فيها، ونشرح القانون اللي احنا هنبدا ان احنا ايه نستخدمه لحسابات ايه البيندنج الاونس. طيب دلوقتي هناخد كمساله بسيطه، خلال المساله دي هنشرح كل حاجه ان انا ازاي اقدر احسبها. تمام. طيب دلوقتي هنا المساله بيقول لي عندي ايه، بيقول لي انا عندي شيت، والشيت ده عايز اعمل فيه بنت. خلاص، ومديني الزاويه ديت كام؟ مديني الزاويه 120. بس لو انا جيت خدت بالي مش زاويه التانيه 120، يعني هو الشيت ده اصلا كان شيت كده مستقيم. خلاص، يعني الزاويه دي كلها كانت كام؟ كانت 180. طيب دلوقتي هو بيقول لي ديت 120، يبقى معنى كده ان انا تانيت كام؟ تانيت 60، مش دي كلها 180؟ طيب ديت 120، يبقى اللي باقي من هنا كام؟ المفروض اللي انا تانيته كام؟ يبقى 60. اخد بالي جدا انا تانيت زاويه التاني اللي موجوده عندي كام؟ خلاص، يبقى زاويه التاني اللي المفروض عندي هنا كام؟ عندي 60 درجه. طيب البندنج الاونس هو هنا مديني ايه؟ مديني الويتس، العرض. لو انا جيت بصيت طول الويتس ده، في اي تاني؟ مفيش اي تاني. التانية فين؟ في اللينس اللي موجودة عندي هنا، اللي هلاقي في تانية هي موجودة عندي هنا، هي اللي هي كام عندي؟ اللي هي التانية اللي على بعد، اللي هي تانية كام؟ 60. اللي على بعد كام؟ 25. يبقى معنى كده ان الطول ده طول 38، وبعد كده هعمل تانية بزاوية 60، وبعد كده الجزء اللي التاني ده كام؟ 25. اللي مطلوب عندي هنا بيقول لي ان في شيت ميتال هبدأ ان انا اتنيه. خلاص، هيبتدي زي ما موجود عندي في الفيجر اللي موجود ده. هو دلوقتي عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الستارتنج بلانكينج سايز، يبقى البلانك سايز، يبقى عايز يحسب اللي هو الطول اللي انا المفروض هقطعه، طول الفعل اللي انا هقطعه عشان لما ابني
يطلع معايا فعلا ده 25 ويطلع معايا فعلا ده 38، يبقى المعطيات اللي موجودة وانا هستخدمها. تمام، احنا قلنا خلاص كده الويتس مفيش عنده تاني، يبقى انا عارف خلاص الويتس ثابت لاني ما تنيتش هنا او تنيت ايه او تنيت هنا هيأثر معايا. انا التاني بتاعي فين في اللينز، يبقى انا دلوقتي 38 ودي 25 عشان لما اجي اقطع وهجمع عليهم ايه، هجمع عليهم البيندنج الاونس اللي هو رقم هيطلع معايا نتيجة لعملية البيندنج. يبقى انا هحتاج ال 38 واحتاج ال 25 وعندي الراديوس خلاص، الراديوس اللي هو نص قطر التاني اللي هو ده الراديوس، وعندي السيكنس ان الصاج ده كام 3.2 مللي. طبعا الزاوية طبعا هنا 120، بس زي ما احنا شرحنا احنا قلنا ده كده كام، ده كده لو انا شديت ده 180 يبقى التانة كام، التانة 60 لان دي كلها كام 120. تمام، طيب دلوقتي القانون اللي بيحكم لي او اللي انا اقدر منه احسب البندنج الاونس هو بيقول ايه، بيقول ان البندنج الاونس بتساوي 2 باي مضروبة في الفا زاوية التانية على 360 في ار اللي هو الراديوس اللي هو نص قطر التانية زائد الكي بي ايه في التي. ايه هو الكي بي ايه؟ ده فاكتور عندي، ده فاكتور او كونستانت، يبقى عندي علاقة ما بين الار والتي، يعني هو بيتراوح معايا من 33 من 100. خلاص طبعا لان هو ثابت فملوش يونت، من 33 من 100 لكام، لنص او خمسة او لغاية 5 من 10. طب امتى اخده ب 33 وامتى اخده ب 5 من 10؟ يعني لو كانت الار، لو كانت الار اقل من 2 تي، يعني لو كان نص قطر الثاني اقل عندي من 2 او من ضعف الثيكنس باخد الكي بي كام 33. لو الار اكبر من 2 الثيكنس ببدا ان انا اخدها كام، اخدها نص. يعني مثلا في المثال اللي عندنا ده هنا كده الار كام ب 4 75، الثيكنس ب 3.2 من 10، طب ضعف الثيكنس هيبقى 6.4 من 10، يبقى الار اقل منين، اقل من ضعف الثيكنس لان الار ب 4 75 وضعف الثيكنس 6.4 من 10. يبقى معنى كده ان الكي بي اي ده الثابت ده هاخده هنا بكام؟ ب 33 من 100. طيب ايه بقى القانون ده؟ عندي زي ما احنا قلنا الالفا ديت هي زاوية التاني، يبقى دلوقتي الزاوية ديت بالتقدير 60 دي، لان انا هنا محولها لازم عشان استخدمها في القانون تبقى بالدائري، عشان كده ضربت في 2 باي وقسمت على 360. لما بحول من تقدير 60 من ديجري لريديان بضرب في 2 باي على 360. يبقى دلوقتي لو انا عارف الكلام ده ممكن اروح شايل ال 2 باي على 60 ديت واحط الفا واقول الالفا ديت ايه بالريديان. فعشان ما نتلخبطش هحفظ القانون كده 2 باي في الفا على 360 بس انا عارف ان الالفا هعوض عنها ايه بالديجري. يبقى دلوقتي الالفا في المساله بتاعتنا هتبقى بكام؟ ب 60 مش 120. ليه 60؟ لان احنا قلنا ده كان كده التانه كام؟ التانه بس زاويه 60، انما هو مديك الزاويه ديت كام؟ 120، يبقى اللي باقيه 60. الار هو مديهولك معطى اللي هو 4 75 ايه مللي. الكي بي ايه احنا جبناها اللي هي 33 من 100. طب حسبناها بناء على ايه؟ بناء على ان ان الراديوس اقل منين؟ من الاثنين تي. الثيكنس هو مديهولك معطى في المساله اللي هو 3.2 ايه من 10. يبقى انا عندي المساله هنا هيبقى تعويض مباشر الالفا ب 60، الار 4 75، الكي بي اي 33، السيكنس بكام؟ السيكنس ب 3.2 من 10. عندي هنا تعويض مباشر، انا عندي هنا الوايد او الويتس الموجود عندي انا مش هو ال 44 ونص. ليه؟ لان مفيش تانية حصل بالطول بتاع ايه بتاع الويتس، ما حصلش اي تانية في المناطق دي. يعني معنى كده ان الويتس عندي كام، هو زي ما هو كام 44 ونص مللي متر. طيب يبقى دلوقتي اللينس بقى كام؟ اللينس احنا قلنا ادي 38 وال 25 زائد البندنج الاونس اللي هو الايه الطول المفروض اللي انا هضيفه عندي عشان خاطر ايه التاني. يبقى دلوقتي 38 زائد البندنج الاونس زائد ال 25. تمام، طيب القانون احنا لسه كنا قايلينه. طب عندي الالفا موجوده، اه بس ديت الالفا داش اللي هي الالفا العكسيه اللي هي اللي موجوده عندي دي، يبقى الالفا اللي انا هستخدمها اللي هي كام؟ اللي هي ال 60. خلاص الكي بي ايه احنا قلنا دلوقتي ليه خدتها ب 33 من 100؟ عشان الار كانت اقل من الاثنين تي، الار اقل من الاثنين تي. خلاص يبقى دلوقتي موجود عندي بعد
كده تعويض مباشر، يبقى انا عندي ال A B اللي هو ال Bending Allowance 2 باي في كام؟ 60 على 360، 60 اللي هي الألفا، في عندي ال R زائد ال K B A في ايه؟ في ال Thickness طلع بكام؟ 6.8 مم. يبقى معنى كده ان التوتال لينس هيبقى كام؟ هيبقى 38 زائد ال Bending Allowance اللي هو 6.8 مم زائد ال 25 اللي هو ده. يبقى انا دلوقتي انا عرفت لما اجي اشنجر عشان اقطع، خلاص في البداية قبل ما تاني طبعا عشان اقطع الطول ده هقطع كام؟ هقطع الويدث 44.5، واللينس الطول اللي هيبقى موجود عندي كام؟ ب 69.8 مم. يبقى انا كده لما هاجي اثني عرفت ان الجزء، خلاص عملت حساب ايه؟ عملت حساب البندنج اللاونس في الحسابات اللي موجودة عندي. تمام كده هيطلع معايا المقاسات ان شاء الله ايه؟ مظبوط. بعد كده او قبل ما ناخد مثال تاني عشان يوضح برضو معانا، اخد بالي في حاجه ان انا ممكن يكون عندي لوح ساق ممكن اتنيه اكتر من تاني. يعني مثلا هنا في الحاله الاولى ديت عندي مثلا ادي لوح ساق هتنيه زاويه واحده بزاويه كام؟ 90. فهيبقى عندي هنا لما اجي احسب هبدا ان انا ايه؟ اضيف تانيه او بيندنج الاونس مره واحده بس. هنا في الحاله ديت هضيف كام؟ عندي كام تانية؟ 1 2. يبقى انا ممكن ايه؟ لو نفس الزاوية، لو ديت نفس زاوية التانية دي، يبقى انا عندي 2 بيندنج الاونس. في الحالة ديت عندي كام بيندنج الاونس؟ 1 2 3، 3 تانيات. يبقى في عندي 3 حسابات للبيندنج الاونس. ممكن يختلفوا؟ اه ممكن يختلف، ممكن يختلف الار. يعني ممكن اقول لك هاتني ديت مثلا الار هنا مثلا ب 5، والار هنا مثلا ب 7 او 8، والار هنا ب 2 او 3. يبقى انا عرفت ان انا هيبقى في عندي 3 حسابات. انما لو الار ثابت والزاويه عندي ثابته خلاص، يبقى انا دلوقتي ايه؟ هحسب واحده بس واضرب في كام؟ في 3، واجمع على الطول اللي موجود عندي ده والطول ده والطول ده والطول ده. يبقى انا كده هقدر ان انا اجيب ايه؟ اجيب الطول الفعلي المفروض اللي انا اشنكره عشان اقطع قبل ايه؟ قبل في عندي ممكن يكون حاجة بالشكل ده 4 4 4 تانيات. يبقى انا هعمل حساب لكام؟ 4 بندنج الاونس، ادي 1 2 3 4، كل واحد بايه؟ بزاويته. خلاص يعني هنا الشكل ده ممكن يكون شكل قائم، ممكن تلاقي الزاوية هنا بتتغير 60 40 30، ممكن يلاقي توصل مثلا ل 120 130 ايا يكن الزاوية. بس هو الفكرة ان انا اعرف ان انا في عندي هنا ممكن ايه؟ يبقى عندي الشكل واحد اتنيه اكتر من تانية. تمام يبقى هنا حتى 4 فين؟ في البيندنج الاونس، لو نفس الزاويه هي الكله، وفي نفس الوقت هي نفس الار، لو حاجه اتغيرت هعمل لها حسابات لوحدها. مفهوم؟ طيب ده مثال هنبدا ان احنا نشوف ايه اللي موجود فيه. بيقول ان انا عندي هنا كالكوليت لينس اوف شيت ريكوايرد فور ميكنج كومبوننت فيجر. الشكل اللي موجود عندي ده انا عايز احسب ايه؟ الطول الكلي. طيب بمجرد النظر كده لما اجي اقول اه ده اصل ده 50 وده 100 وده 50، يبقى دلوقتي 200. لا الحسابات دي غلط. ليه؟ لان انا عندي هنا، خد بالك ان انا دخلت عندك السيكنس ده والسيكنس ده هنا في الحسابات، لان من هنا مش من هنا لهنا 100، لا ده من بره خالص لغايه هنا 100، وفي نفس الوقت مش من هنا لهنا ل 50 لغايه هنا، لا ده لغايه هنا. يبقى انا انت دخلت ده مرتين اللي هو السيكنس اللي موجود عندي ده. طيب دلوقتي انا نمشيها واحده واحده وجزء جزء. انا عندي هنا كام تانيه؟ عندي تانيه دي، ادي التانيه دي الار كانت ب 5، والتانيه دي الار بكام؟ ب 10. ناخد بالنا ان الار هنا ايه؟ اتغير. طالما الار اتغيرت يبقى هحسب بيندنج الاونس هنا وبيندنج الاونس تاني هنا، وبعد كده هجمع ايه؟ على الاطوال اللي موجوده عندي دي. لو كانت الار نفس الار والزاويه نفس الزاويه كنت حسبت مره واحده وضربت في ايه؟ في 2. طيب نيجي دلوقتي هنتكلم على الجزء اللي موجود عندي او اول تانيه موجوده عندي هنا. احنا قلنا ايه؟ الار لو اقل من ضعف الثيكنس يبقى باخد الكي ب 33 من 100. تمام. طيب الار عندي هنا بكام؟ ب 5. طب ضعف الثيكنس، الثيكنس ب 3، الاثنين في 3 ب 6، يبقى الار اقل من ضعف ايه؟ من ضعف الثيكنس. يبقى معنى كده ان الكي بكام؟ ب 33 من 100. وانا عندي الزاويه هنا كام؟ الزاويه 90. انا بتني عند زاويه 90، يعني الشيت ده كان كده مستقيم كده، بدات ان انا اتني بالزاويه اللي موجوده عندي دي الزاويه 90. يبقى نكتب القانون اللي هو بيقول ايه؟ ال 2 باي في الالفا على 360 في الار زائد ال كي في الايه؟ في التي. يبقى 90 اللي هي الالفا زاويه الثانيه على 360 مضروبه في ايه؟ في 2 باي. ليه؟ عشان احول
التسعين ديت من تقدير 60 لتقدير ايه دائري مضروبة في الار بكام بخمسة زائد الكي ب 33 عشان الراديوس اقل من ضعف الايه السيكنس مضروبة فين في التي اللي هو السيكنس. فالناتج بتاع البندنج الاونس المفروض ان انا اعمل حسابه في اول تانية موجودة عندي هنا ده طلع كام؟ طلع 9.42 مللي متر. خلاص يبقى دي كده عندي اول جزء. الجزء التاني البندنج الاونس اللي موجود عندي فين؟ اللي موجود عندي هنا تمام. طيب دلوقتي الار علاقتها ايه بضعف السيكنس؟ السيكنس 3 الار ب 10 يبقى ايه اكبر من ضعف السيكنس. يعني معنى كده ان انا هاخد الكي بكام؟ بنص. يبقى خدت الكي بنص لان الار اللي هي ال10 اكبر من ضعف السيكنس اللي هي كام؟ 3 في 2 ب 6 يبقى ال10 طبعا اكبر من 6 يبقى انا كده خدت الار بكام؟ هاخد سوري الكي بي بكام؟ بنص. اعوض في القانون يبقى 90 اللي هي البيلدنج انجل لان انا عندي هنا الزاويه دي كام؟ 90 على 360 في 2 بال في 10. ليه؟ لان الراديوس اتغير زائد نص ليه الكي بي اتغير في السيكنس 3 طلع عندي بكام؟ 18 و600 ملم. تمام يبقى انا كده حسبت البيلدنج الاونس هنا والبيلدنج الاونس هنا. طيب ناخد بالنا بقى في حاجه مهمه قوي. انا دلوقتي المفروض لما اجي اجمع الادوار اجمع من اول هنا لغايه فين؟ لغايه هنا بس خلاص، وده عندي بيمثل البيندنج الاونس. وبعدين اجمع من اول هنا لغايه هنا بس ليه؟ ده بيمثل عندي ايه البيندنج الاونس. وبعدين اجمع من هنا لغايه ايه لغايه هنا. طب الاطوال اللي مديها لي هنا غريبه شويه لان هو مديني هنا الطول ده ايه الطول ده كله اللي هو كام 50. فالمفروض ان انا اطرح من ال 50 كام؟ اطرح من ال 50 عشان اجيب الطول ده هلاقي عندي السيكنس اللي موجود عندي هنا السيكنس اللي هو ده خلاص اللي هو ده من اول هنا الجزء ده زائد الجزء ده. يعني الحته ديت عندي عباره عن جزئين، الجزء بتاع السيكنس بتاع الجزء اللي تحت اللي هو 3 والجزء ده اللي هو الايه الار او نص الايه نص القطر اللي موجود عندي اللي هو بكام؟ ب 5. يعني دلوقتي هنا التوتال اللي انت لان عندي هنا 50 هطرح منها كام؟ 5 زائد 3 اللي هو كام؟ 8 اللي هو السيكنس وايه ونص القطر اللي موجود اجمع عليهم كام؟ البندنج الاونس اللي انا حسبته اللي هو كام؟ 9.42 زائد 100 اللي هي برضه نفس الموضوع هطرح منها كام؟ هطرح منها احنا خلاص اشتغلنا على الجزء ده هطرح منها ال 10 خلاص هطرح منها ال 10 اللي موجوده عندي هنا بتاعت الار واطرح منها ايه؟ الثيكنس اللي موجود عندي بتاع ايه بتاع ال بتاع الصوت. يبقى دلوقتي طرحت 10 زائد 3 وبعد كده هجمع ايه زائد ال 18 و6 اللي هو كام اللي هو البيلدنج الاونس اللي انا حسبته فين في الجزء ده خلاص زائد ال 50 اللي موجوده عندي دي بس ال 50 دي هشيل منها ايه هشيل منها الجزء ده اللي هو كام اللي هو ال 10 زائد كام زائد 3. يبقى دلوقتي الناتج اللي طلع معايا في الاخر ان انا لما اجي اقطع المفروض هقطع كام؟ 185.48 مللي متر. يبقى انا دلوقتي اخد بالي ان المفروض لما اجي احسب بحسب الطول من اول هنا لغايه فين؟ لغايه هنا اجمع عليه البندنج الاونس وبعدين الطول من اول هنا لغايه فين؟ لغايه هنا وبعدين اجمع عليه البندنج الاونس وبعدين الطول من اول هنا لغايه ايه؟ لغايه هنا. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت التوتال التوتال تمام؟ الار لا يبقى هو ما حصلش عليه اي بندنج اللي هو ال 35 اللي ننسى يبقى كام؟ 58 زائد 46 ونص زائد البندنج الاونس اللي انا حاسبها اللي هو 58 زائد 46 ونص زائد البندنج الاونس اللي انا لسه حاسبها اللي موجوده عندي ديت اللي هي كام؟ 24.82. يبقى طول النهائي المفروض ان انا مش هنقرب عشان اعمل ثانيه اللي موجوده عندي في الرسمه اللي فاتت ديت المفروض اقطع كام؟ 129.32 مللي تمام. الحاجة اللي أنا عايزكم تتدربوا عليها نفس المسألة هتبدأوا إن أنتوا طبعا غيرت بس الريديوس، الريديوس بقى كام؟ يعني هنا بس هنشيل الجزء ده الريديوس ما بقاش 8.5 الريديوس هيبقى كام؟ 11.35 وتعيدوا حل المسألة. طبعا هنلاحظ إن الريديوس هنا بقى كام؟ بقى اكبر من ضعف الايه ناخد بالنا السيكنس الريديوس بقى اكبر من ضعف ايه من ضعف السيكنس. واخد بالي ان الالفا مش هي ال 40 الالفا هتبقى 180 ناقص
40 عشان تديني الزاوية ديت اللي هي 140 زي ما عملناها في الايه في المسألة اللي فاتت. تمام. يعني اتمنى ان الموضوع يكون بسيط وما يكونش صعب، لان احنا هنستخدمه كتير، لان احنا عندنا تاني بزوايا كتير. طبعا لو ده كانت اتقفلت في الجزء ده، لو اتقفلت كده زي ما احنا بنعمل الدوسرة خلاص، او ان انا مجرد ان انا قفلتها كسحتها عشان ما يبقاش فيه شارب ايدج بتاع الشيت ممكن يعرض حد في الرف لما نيجي نعمله. تمام. فببدأ ان انا او اعتبر ان الزاوية دي زاوية التاني كام، 180، واطبق في القانون واقدر ان انا احسبها عادي. ماشي. يعني اتمنى ان الموضوع ان شاء الله يكون بسيط. وبرضه لو في اي سؤال ممكن تبعتولي على الجروب بتاع الفابريكيشن على الواتساب، ونبدأ ان احنا ايه، لو في حد مش فاهم حاجة او في اي حاجة، احنا عندنا كده كده وسائل تواصل كتير نقدر ان احنا ايه نتواصل مع بعض فيها ان شاء الله. طبعا الجزء العملي ان شاء الله بعد ما الدراسة تبدأ، لو في اي صور كإيفيدنس المفروض هتتصوروها وانتوا شغالين، برضو نفس الموضوع هنعمل اكسبشن ان الصور ديت هتتعطل طبعا، لان مش هينفع ان انتوا مش شغالين، فهتتعطل لغاية ما نرجع ان شاء الله للدراسة، وربنا يعدي على خير. شكرا، مع السلامة.